فضيلة الشيخ وفقكم الله، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بقراءة المعوذتين في الصباح والمساء بعد نزولهما، وهل من فعل ذلك فاكتفى بهما ولم يقرأ أذكار الصباح والمساء يكون فعله صحيح؟ فيهما خير وفيهما كفاية، لكن الأفضل أن يأتي بالأذكار الواردة، استكملها حسب استطاعته، هذا عبادة لله وفيه خير له. نعم.